رياضية المفيدة والمهمة بنفس الوقت وإيجابية، مو دائما طاقة إيجابية. دائما أنا أحسب الطاقة الإيجابية. إذن وصلنا إلى محور حلقتنا لهذا اليوم وهو بعنوان الدقة العشائرية والبعد عن العرف وسلطة القانون. ما هو مصير العراق والعراقيين مع الدقة العشائرية أو ما يسمى الدقة العشائرية؟ مشاهدينا اليوم محورنا راح نتناول قضية هي جدا حساسة وبالتأكيد يعاني من عندها المجتمع العراقي وهي الدقة العشائرية. اليوم نريد نتعرف عن مصيرنا مع هذا المصطلح اللي متعارف عليه وما هو تأثيره على النظرة العامة للمجتمعات الأخرى وبظل وجودها وتجاوزها للأمن ومسؤولية القضاء وأحكامه في العراق. هذا موضوع جدا مهم وجدا حساس وتحديدا هذه القضية، وأكو هواية ناس يرفضون رفض تام أنه هم يستمعون للرأي الآخر، يبقون يعني ملتزمين برأيهم وبقراراتهم ويخالفون الطرف المقابل. لكن اليوم الأستاذ كريم الترابي اللي هو المدرب الدولي للتنمية البشرية قرر الخوض بتفاصيلها وآثارها وأصلها بفقرتنا اللي هو كل سبت مثل ما تعرفون، اللي هي كل مشكلة أو إلها حل، خاصة بعد ما شفنا من كم يوم صارت تفصيلة جدا مهمة اللي هو فصل عشائري بين عشيرة وجهة أمنية، فلازم نتعرف على كل هذه التفاصيل. وبالتأكيد اليوم ما نريد نطيل الوصف والحديث عن هذا الموضوع الهام والدقيق وبنفس الوقت الجريء أنا أسميه، لأن ممكن الكثير يتغاضى الحديث عن هذا الموضوع الهام بالمجتمع العراقي واللي أثر على الكثيرين داخل العراق وحتى خارج العراق. اليوم بالتأكيد الاتصالات راح تكون مفتوحة، يعني مشاركة الناس وكل من يتابعنا من خلال برنامج يوم جديد راح تكون متاحة، اللي حاب يوجه أي سؤال إلى الدكتور. لكن قبلها بالتأكيد حاب نتعرف على وجهة نظر الدكتور كريم الترابي عبر السكايب. تحية صباحية لحضرتك ونورتنا، ونقول لك أيضا مرة ثانية الحمد لله على السلامة. يسعد صباحك دكتور كريم. صباح الورد والياسمين عليكم، هلا عليك وعلى عموري الحبيب وعلى كل كادر قناة الرشيد الفضائية وعلى كل مشاهدي قناة الرشيد الفضائية أينما كانوا. تحية لك دكتور. نعم. تحية صباحية جميلة ويوم مليء بالإيجابية والفرح والسعادة والسرور. تحية لك دكتور. بالتأكيد هذا الموضوع المهم اللي راح تتحدث عنه وبتفاصيله حضرتك، لكن قبلها ايش عندي ملاحظة. أنا متأكد أنت يعني راح تكفي وتوفي، أنه هل تعلمون يا مشاهدينا ومتابعينا أنه المحكمة، على ذكر المحكمة بالتقديمة الجميلة اللي كانت موجودة، أنه أصدرت يعني حكم 4 إرهاب على موضوع أو ما يسمى بالدقة العشائرية، لكن يا دكتور لازلنا نسمع ونرى هنا وهناك في بعض المحافظات العراقية أنه لازالت هذه الدقة العشائرية متواجدة في بعض مناطق العراق. تفضل إليك الحديث. طبعا يعني للأسف سلوك غير سوي ويعبر عن قبلية، يعبر عن سمي تأخر فكري، يعني أقدر حتى أصف يعني بهذه الطريقة. يعني مثل ما قلت أنت، يعني حتى قرأت عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعني قبل يومين أو ثلاثة في أحد المحافظات العراقية راحوا جماعة إلى مركز شرطة ويعني سووا الدقة العشائرية. يعني من جانب احنا نريد نقوي الدولة، بس من جانب آخر نضعف الدولة، لأنه هذه السلوكيات حقيقة أنت بدل ما تيجي تسند الدولة وتقوي الدولة أنت جاي تضعف الدولة من حيث لا تعلم. يعني أنت أرجو أن تختار بين يعني بين دعواتك بين تكون عندنا دولة قوية طيب وبين ما تقوم به من سلوكيات. يعني هذه السلوكيات يعني قبل كل شيء، يعني قبل لا نطرق بكل التفاصيل، يعني تضعف من هيبة الدولة، تضعف من هيبة الدولة، وأيضا يعني أيضا صورتنا كعراقيين أمام المجتمع العالمي والمجتمع العربي. طبعا دكتور قبل طبعاً عذرا للمقاطعة، بس قبل ما ندخل بعمق التفاصيل، أول شيء تحياتنا لكل العشائر العراقية اللي موجودة، ودائما أنت حضرتك تقول جملة، تقول أني ما أعمم حتى ما ندخل خلينا نقول باشتباكات بالحديث، فأكيد أنت هسه دا تحكي عن فئة معينة، يعني هاي نقطة مهمة حتى نوضحها للمشاهدين.
هلا يعني انا دائما من اتكلم المعروف عني يعني كيف مثل ما تفضلتي. نعم. يعني عندي مبدا بالحياه بانه لا يجوز التعميم. بالضبط. يعني من غير لا نعمم يعني عندما نتكلم في هكذا مواضيع حساسه او غيرها. نعم. نتطرق الى مستقبلا نتكلم على بعض الناس. بعض وليس الناس. كل الناس. أكيد. يعني حتى تقدر نسميها نسبه قليله ولكن هاي النسبه القليله هذه بحد ذاتها تعطي انطباع غير جيد، يعني تنطي الصوره يعني غير جميله غير ايجابيه، يعني حتى احنا عندنا في مثلنا يعني يحترق الاخضر بسعر اليابس، وحتى في الايطاليه عندنا مثل بالايطالي يقول لك يعني فاره توت الفاشه دونيرا، يعني فاشه ومفاره توت الاربا ومفاشه، يعني ما يصير احنا نيجي نحط كل المزروعات باختلافها في السندانه مالتها من غير المنطقي. فاكرر واقول بانه الكلام يتعلق ببعض الناس. نعم. واشكرك جدا على اثرتك هذه النقطه اللي انا دائما اكررها واقولها. نعم. هاي من تيمي. نعم. اكيد يعني هاي دائما انت تستخدم هذه الجمله، فاحنا قلنا من بدايه الحديث حتى من نتعمق بحديثنا اليوم. نعم. بتفاصيلنا يكون احنا عندنا الاساس النقطه الاساسيه. اكيد عشت ايدك بس خلي اكفي هذا. نعم. يعني طبعا هذه النقطه يعني الدقه العشائريه طبعا اكو يعني مصطلح اخر يعني. نعم. لا يخفيكم سر ولا يخفينا احنا سر، يعني حكايه والثانيه او كلام اخر حضر امامك يعني. صح. انا بس ايدتين يعني خلي نتكلم بلهجتنا العراقيه. نعم. يعني مثلا عندنا كيك حضر امامك، يعني جاي نسوي كيك حضر امامك يعني حكايه والاخرى بكل صراحه تتكلم بكل صراحه. لو شنو يعني مثلا عندنا عصرونيه مثلا جاي نحضر كيك وشان نشرب كيك وشاي، يعني مجرد كلام من شخص يجابه كلام اخر وروح حضر امامك وروح جيب امامك، يعني ادري ذول العمام الموجودين اكرر واقول النسبه القليله، يعني ذول. نعم. العمام يعني ما عندهم شغل وعمل غير متحضرين قاعدين 24 ساعه ينتظرون بانه فلان من الناس تصير عنده مشكله حتى يروحون مثلا يتفاوضون، يعني هل وصلنا الى هذه الطريقه؟ هل وصلنا الى هذه المرحله؟ يعني نقطة أخرى بأنه هذه النقطة يعني ليش ما كانت في السابق موجودة؟ كانت ولكن على يعني خلينا نقول مستوى قليل أو نعم. حتى كان تأثيرها قليل. ليش اليوم ظهرت هذه؟ وحتى احنا عندنا في نتكلم بكل صراحة في بغداد. نعم. يعني النسيج البغدادي ما كانت موجودة هذا الشيء. يعني ما كان موجود هذا الشيء. صح. طبعا يعني نتكلم بصراحة يعني احنا في طيب دكتور شو العوامل اللي خلت هذا الموضوع اليوم ينتشر بهالشكل هذا؟ أكيد اكو مسببات واكو عوامل. نعم يعني من المسببات يعني انا في رايي الشخصي بان. نعم. الماده يعني اليوم بيقول لك انطيني ماده انطيني فلوس انطيني سيارات انطيني قصور وذات ست، يعني مجرد تصير تدخل في حسابات الفلوس. واكو بالمناسبه اكو ناس ترى قاعدين يعني شغلهم يعني على هذا الموضوع يسموهم الحجايه. صح. يسموهم الحجايه، يعني ذولا ما عندهم شغل وعمل يغيرهم موجودين من تصير مشكله يروحون على دول الحجايه ياخذون تاخذهم عشيره معينه كل احترام العشائرنا العراقيه البعض. نعم. ياخذوهم يجون حتى يروحون يتفاوضون وتبدا المفاوضات على المبلغ المالي، يعني صح. توصل نتكلم على ملايين نتكلم على اكو نقطه مهمه جدا. نعم. يعني انا من خلال يعني زياراتي وحقيقه اكو امور انا ما اتطرق لها ولكن انا اقوم بابحاث يعني. نعم. تتعلق بحقوق اجتماعيه، بحقوق نفسيه، بحقوق سياسيه الى ما ذلك. نعم. يعني انا لما كنت موجود في اخر زياره لي طرقت له هذا الموضوع بشكل، قلت له زين احد الاشخاص طرقنا هذا الموضوع مال الدقه العشائريه، قلت له بس اريد افتهم وما احضر امامك، قلت له يعني وين يريدون يوصلون؟ يعني ما هو الهدف من حضر امامك؟ يعني مجرد على كلمه واخرى حضر امامك ممكن تكون على طائر حضر امامك. ممكن تكون على طفل يلعب بالشارع حضر امامك، ممكن تكون على 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 اي شيء يعني حقيقه لا يعني مخجل حضر امامك. زين قلت له زين ما هو المعنى من حضر امامك؟ قال اول شيء يعني الجانب المادي. نعم. يعني حتى العشيره تحصل على الـ 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 يعني فوائد مالية. ثاني شيء فوائد المادية، ثاني شيء بانه العشيره تثبت جدارتها. تثبت جدارتها على اخوانك انت اولاد بلدك على حساب الاخرين. صح. عذرا للمقاطعه هي مو فقط يعني اذا عذرا دكتور اذا اريد يعني ندخل بتفاصيل هذا الموضوع، يعني مو فقط اليوم مكاسب ماديه، يعني اليوم بعض الفصول الموجوده ونعرفها
يمكن الفصل يكون نسوان، يكون فصل لازم يتزوجونه وحدة أو اثنين، على كثير من تفاصيل. لكن اليوم احنا نريد نتحدث بما يخص الدقة العشائرية اللي هي طبعا قانونا ممنوعة وتصنف إلى الإرهاب بالقانون العراقي. اليوم أيضا بنفس الوقت الكثير من مشايخ العشائر العراقية اليوم انتقدت هذه الظاهرة اللي تتحدث عنها، لذلك مو الكل. اليوم حضر عمامك، هو مصطلح انت ذكرت اليوم اكثر من مره واكثر من مناسبه، هي حتى تجيب عمامك حتى نقعد تقعد العشرتين سويه. لكن هنالك ايضا يعني رساله اخرى، بدل ما تجيب عمامك اللي تكون هي اهون، ما يروح يقول له جيب عمامك، لا خلاص يروح يدق بيتهم باطلاقات ناريه، ومن خلال هذه الدقه راحت بها ضحايا كثيره واي. يعني قد يروحون بها بعض الاطفال او بعض النساء اللي هم ما لهم شغله بالموضوع ولا حول ولا قوه. لذلك هذه الصيغه وهذه الطريقه اليوم بدل حضر عمامك اليوم ادق بيتكم، يعني معناها تعال جيب عمامك وتعال لبيتنا. شنو تعليقك على هذا الموضوع؟ وايضا احب اذكر انه الارقام راح تظهر اسفل الشاشه ايضا دكتور كريم، خلينا نشوف راي الناس بهذا الموضوع المهم والشيق، خلينا نشوف منه المؤيد من الرافض، واعتقد اليوم الاغلب من الشارع العراقي رافض لهذا الموضوع. تفضل. يعني اللي اريد اقوله يعني عموري حبيبي انت يعني تطرقت الى نقطه مهمه جدا، يعني اول شيء بانه هم يروحون من يسوون الدقه العشائريه هو ليس القصد بانه يقتلون من في الدار، بقصد ما هو الترويع والتخفي التخويف حتى تيجي ذيك العشيره المعنيه بالامور تتفاوض وتنحل الامور عشائريا. يعني انا اريد اقوله بانه انت لما تيجي تحتجم على هذا البيت وتبني هذا البيت بالاطلاقات الناريه وحتى بالاسلحه المتوسطه بعض المرات طيب، واكو داخل البيت يعني اكو نساء اكو اطفال، هي بتليق بالرجوله؟ يعني انا بس اريد اسال هالسؤال، يعني انا لما اجي اليوم اروع الاطفال واروع النساء يعني اضرب على البيت اطلاقات ناريه وتبدا تصير الهوسه داخل البيت والناس يختنون والخوف والقلق، هل هي هذه تليق بالرجولة؟ يعني أنا بس يعني أطرح هذا السؤال، أبداً هل هذه تليق بالرجولة والأخلاق؟ هل هذه تليق يعني حقيقة يجب أن نقف يعني عند هذه المسألة. طبعاً تطرقت على نقطة أخرى يعني شغلة النساء ونصف الفصلية وتنحل صح الفصلية يعني. يعني 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 العالم وين وصل؟ العالم وين وصل وإحنا لازلنا نطي فصولية للنساء؟ يدري النساء هي مو أمك المرأة اللي جاي تهديها؟ أدري هي ساعة المرة تهديها أنت، هي ساعة مثلا أو شنو، أو سيارة تهديها أو شنو، يا بس يدتيها الأم السيدة اللي مذكورة بالقرآن واللي الله كرمها. طيب أنت تيجي اليوم تسويها فصلة وتحطها وتقول لها نصفط لك مرة، شنو تصفط لك مرة؟ هذه الأمور مخجلة، عيب حقيقة، عيب يعني. يعني خو روح صفط للرجال، خلي يصير عبد عندهم إذا أنت هيك، ليش تصفط المرأة؟ إحنا موكو مساواة بين الرجل والمرأة؟ اي طيب على عيني وعلى راسي اودي لهم رجال خلي يشتغل عندهم يصير عبد، بين قوسين معذره، ليش هالمره؟ ليش انتهاك حقوق المراه حتى بهذا نعم؟ يعني هذا الموضوع عميق جدا، احنا كل ما ندخل بتفاصيله اكو جانب ثاني دكتور، اللي هو الجانب اللي هم يدعون انه هو شيخ اليوم يلبس لبس الشيوخ، مع احتراماتنا لكل الشيوخ طبعا العراقيه، يلبس لبس الشيوخ ويعرف يحكي له كم كلمة يروحون يأجروه، والله أكو ناس تتأجر بخمسين ومئة ألف. هذا الجانب هم له تأثير اليوم على خلينا نقول العشائر العراقية، لأنه هو ما له علاقة بالمشيخة ولا يعرف العشائر ويجي يدعي، هذا هم رح يشوه خلينا نقول سمعة العشيرة العراقية المحترمة اللي إلها سنين طويلة. نقطة مهمة جدا، يعني اليوم انا لما اجي فلان من الناس، وانا حتى في تصور يعني حتى اكو بعض العشائر يعني شيوخ العامين ما يكون اللي يقومون به البعض، مع كل احترام لتقديمنا العشائرنا العراقية الاصيلة الكريمة، العشائر العراقية اللي اثبتت وجودها على مر التاريخ، ولكن دول الناس خلينا نسميهم دول القلة القليلة اللي يسيئون واللي ينطون صورة سلبية حقيقة، يعني ما عندهم شغل وعمل غير بس يطولون يعني يدورون بهذه المشاكل حتى من بعدها يقدرون يروحون يحصلون يعني يحصلون على مآربهم. هذول الناس اللي تكلمت عنهم دول موجودين، يعني عندهم طلاقة لسان، عندهم يعني متمكنين يقدر يتكلم، وعلى هذا الأساس شو يسوي؟ يروح ينطي مبلغ من المال ويجي ياخذ أجره حتى يروح يتفاوض ومن ثم يحقق يعني المال أو يحصل لمرة أو ما إلى ذلك من هذه الأمور. فكل هذه الامور حقيقه تضر اولا بسمعه العراق بصوره عامه،
ثانيا يعني الضرب حتى بسمعتنا بسمعه العشائر العراقيه صح. يعني لما تكون هذه الظواهر موجوده حقيقه يجب ان نوقف عنها. يعني انا دائما اقول بانه الاعلام اكرر واقول يعني الاعلام يجب ان ياخذ دوره الحقيقي بتوجيه الناس، يجب ان ياخذ دوره الحقيقي. بالمناسبه يعني احنا نشكر قناه الكريمه قناه رشيد الفضائيه الى تطرقها الى هذه المسائل المهمه واللي تضرب بالصميم. طيب التنفيذ يعني على من يقع دكتور كريم اليوم؟ التنفيذ اليوم عندما نوجد من خلال هذا محورنا عدة رسائل أو مجموعة من الرسائل، سواء كانت رسائل أو مواضيع توعوية خلينا نقول للشارع العراقي والمجتمع العراقي، اليوم هذه الرسائل لمن ممكن أن نوصلها؟ هل يا ترى إلى الحكومة العراقية؟ ما هي الحكومة العراقية والمحكمة العراقية صدرت قوانين بحق الدقة العشائرية؟ أم اليوم على الشيوخ شيوخ العشائر الأصيلة العراقية أنه تبث بهذا الموضوع وأن تخلي حد لبعض الأشخاص خلينا نقول المنفلتين اللي ممكن أنه يتجرؤون ويرمون طلقات عشوائية، وممكن أنه اليوم احنا نشوف شبه حروب قد تحصل في بعض المناطق الجنوبية بسبب موضوع الدقة العشائري. يعني الكل يجب أن يتحمل مسؤوليته، سواء كانت يعني الدولة وبكل مفاصلها والجهات التنفيذية، الشيوخ العشائر المحترمين اللي حتى اكرر واقول بعض المرات اكو بعض الشيوخ يعني ما يدرون باللي يسوونه البعض من ابنائهم. النقطه الثالثه المجتمع، توعيه المجتمع، يجب ان مجتمعنا يجب ان نوعي المجتمع. يعني احنا اليوم اذا ننشد التغيير اكو مساله مهمه حبيبي عمور، انا حتى دائما تكوني دائما تبهيني انت وهاله والاخوه، دائما اقولها في محاضراتي بانه يعني التغيير يبدا من النفس، يبدا من النفس. يعني اذا اريد ابدا بالتغيير واروح اغير الناس، ابدا بالتغيير نفسي. فعلى هذا الاساس بانه اليوم احنا اذا نريد نبدل الواقع خلي ابدل الواقع نفسي، خلي ابدل الواقع العالم الداخلي بي حتى ينعكس على العالم الخارجي. فالكل مسؤوله، الدوله، شيوخ العشائر، الناس بمختلف الوانهم واطيافهم، ايضا وسائل الاعلام، ايضا الجهات التعليميه، المدارس، الجامعات، كلها اليوم مسؤوله حقيقه حتى نقدر نبدل هذا الواقع، حتى نقدر يعني يصير عندنا إدراك أوسع للمساء. يعني أكرر أقول بأنه إحنا كل ما أدركنا، كل ما وعينا، طيب نكون أكثر مسؤولية، نكون أكثر مسؤولية تجاه بلدنا، تجاه بيوتنا، تجاه عوائلنا، تجاه أمهاتنا، تجاه أولادنا، تجاه عملنا. كل ما أدركنا كل ما أصبحنا أكثر مسؤولية. على هذا الأساس يا عموري يا حبيبي، الكل مسؤول ومطالبة بالوقوف عند ليس فقط هذه النقطة وكثير من النقاط. يعني إحنا إن شاء الله مستقبلا راح نتطرق لها في سياق حلقاتنا المستمرة كل يوم سبت. بعض القوانين العرفية يمكن اليوم موجودة دكتور، بما أنه أنت اليوم حاليا يعني لفيت أغلب الدول الأوروبية، هل هنالك بعض القوانين العرفية اللي هي بعيدة عن قوانين الدولة، خلينا نقول تكون شبيهة لبعض القوانين العشائرية المتعارف عليها موجودة في أوروبا؟ يعني انا مثل ما تفضلت انت عموري، ليست يعني سفرتي ليست فقط تقتصر على اوروبا، يعني اغلب دول العالم فريتها، يعني كندا، امريكا، افريقيا، اسيا، اوروبا، اغلب دول العالم زرتها يعني بحكم تنقلاتي بحكم عملي. اللي اريد اقوله بانه هذه المساله تختفي او يعني لا لها وجود في اوروبا. يعني نتكلم على سويسرا، اليوم في سويسرا القانون هو الحاكم الأول والفعلي. يعني الناس كلها تحتكم إلى القانون، القانون هو العشيرة، هو العائلة، هو يعني هو الحد الفاصل حقيقي، فما لها وجود. يعني تبقى يعني حتى في بلداننا العربية، أنا دائما يعني أزور بعض البلدان العربية، ترى حتى في بعض البلدان العربية ما لها وجود الدقة العشائرية، وروح جيب عمامك. يعني جيب عمامك ما أتصور موجودة في بلدان أخرى، مع كل احترامي وتقديري، يعني حقيقة ما سمعت. يعني بعض الدول اللي حقيقة تعتمد على العشيرة، يعني احنا بعض الدول العربية ليست جميعها، مثلا العراق، عندنا مثلا اليمن، عندنا بعض نقول حتى الأردن، يعني عند العشيرة يعني لها وجود ولها تأثير، بس مع حتى هذه الدول اليمن والأردن لا، يعني اكو قانون واكو تحكم، يعني الناس تحتكم الى القانون. ولكن احنا عندنا في العراق المسألة لا، زادت عن حدها. يعني يوم مثل ما تطرق، يعني احنا ما نريد نقول بانه الدوله ضعيفه بهذا القدر، لانه الدوله يعني موجوده سواء شئنا ما بينا. يعني تشوف بانه يعني اقل قانون ممكن ان يطبق حضره التجوال، غيره فالدوله موجوده. و
ولكن شنو اكو اقدر اسميه يعني اسميه تحدي، اسميه قله، اسميه مصالح ماديه، اي شيء. فهذه المساله مهمه جدا فيما يتعلق في المجتمع العراقي وفي نسيجنا العراقي، نسيج المجتمع العراقي 100% دكتور. يعني احنا ان شاء الله نتامل انه يصير تحسين بهذا الموضوع. من يوم ما انتشر فيديو يمكن حضرتك شفته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان اكو مفاوضات بين جهتين اللي هي جهه العشيره، ما قبلوا يتنازلون ولا قبلوا خلينا نقول بتعويض يعني خلينا مالي. نقول مالي يعني مقدر بتقدير طبيعي. هم كانوا طالبين 2 مليار. يعني اليوم هاي الأرقام خلينا نقول أوكي هم معتمدين أو هم يمشون على أساس التعويض المالي اللي هو الفصل، بس أكو فصول يعني بمبالغ مادية خلينا نقول يعني طبيعية، مو هذه المبالغ بها. اليوم المبالغة بالمال أيضا هذا إلى تأثير، خلت بعض الناس تظهر على أنه هم يتابعون العشيرة الفلانية، أروح أني أضرب فلان، أروح أني أقتل فلان، أروح أني أندق فلان، حتى أنه هو يرجع علي مثل بالعامية يعيل علي، بعدها أني هنا أنا أطلب فصل. يعني أنا ما أعرف، مع كل احترام وتقدير، يعني 2 مليار 2 مليون على متفصل، أو أنا أوقف عند نقطة مهمة. نعم الفلوس مهمة، بس اين الانسان من الماده؟ يعني اليوم اني لما يجون ويحلون مساله يقول له تعال افصلني بمره، يعني انا نقطه حقيقه ما اهضم، يعني كلش اوقف عندها. ما يخالف نمشي 3 مليار 10 مليار نمشي بين قوسين، حتى اريد ارجع الى موضوع بانه الفصليه بالمره او تنطي مره. طيب. بالله عليكم هل السيده، هل هذه الام اللي تنجب واللي تربي واللي تعلم واللي يقع على عاتقها الكثير من المسؤوليات، هل تستحق بانه تهدوها كفصيه؟ لانه هذه النقطه هذه جدا ما هضمها، يعني حقيقه ما هضمها. 2 مليار طبعا المبلغ، يعني هذا يعني شيء دبل، يعني شلون اقدر اوصل. بس مع هذا نقول بانه هذه الامور حقيقه يعني معيبة. يعني لما تجي اليوم أنت تتحدى الدولة، بالمناسبة هذه الحالة صارت أمامي. نعم. كنت صاعد في تاكسي، فيمكن ذكرتها أني. فاللي صار بأنه يعني الشرطي يعني فوق سيارة، فأجد سيارة أخرى تيجي تطلع، فوقف الشرطي، فراد يسوي له غرامة، نزل ذاك تهجم على الشرطي، فصارت ملاسنة. فذاك الشخص يعني مسك شق المرور من ملاصه بهذه الطريقه، وحتى انا سمعته قال له بيني وبينك العمام، حضر عمامك احنا جايين. يعني ادري يعني على مود سياره، يعني ما الشرطي، لانه ذيك السياره بشكل او باخر شاف الشرطي بانه لازم يطلعها، يعني احنا ما نريد ندافع عن الشرطي وعن عمله، يعني اتصور وكان يقوم بعمله. بس اللي انا شفته بانه هو يعني فوت السياره مشاها، السياره اللي اجت بسرعه تطلع وياه الشرطي وقفها، زين هل هذا يستحق بانه انت تعال روح جيب عمامك وحضر عمامك وتصير عشائر وما عشائر؟ يعني الرجل ما سوى شيء حقيقه. انا كنت موجود بهالحادث. فكثير من هذه المسائل يا هاله يعني اليوم حقيقه يجب ان نقف عندها، يجب ان نراجع نفسنا. طيب لانه كلها تصب حقيقه. نعم. باعطاء صوره سلبيه عن العراق وعن المجتمع العراقي وحتى على العشائر العراقيه. طيب. نعم. يعني احنا هسه انت طرقت انت وعمر لموضوع اللي هو قلت هذه المسؤوليه تقع على عاتق الحكومه والمجتمع، وايضا حتى على شيوخ العشائر، خلينا نقول الناس اللي هم وجهاء اليوم العشيره الفلانيه. طيب تعتقد انه اليوم صار اكو تهاون بموضوع خلينا نقول فرض العقوبات على الناس اللي تسوي هيك؟ يعني ماكو مراقبه 100%؟ لانه اليوم لو اكو مراقبه وشافوا بعينهم انه شخص يعاقب معاقبه حقيقيه، اعتقد الباقين ما راح يعني يجرؤون انهم يستمرون، لانه اليوم هذا موضوع الدق العشائريه والفصل وغيرها هذه صارت مهنه، انه هو من خلال هذا شغله راح يسترزق، راح تجي بالشهر 3 ملايين 10 ملايين 5 ملايين حسب المكان وحسب خلينا نقول الفصول اللي تجي بالشهر.
دكتور كريم تسمعنا؟ اعتقد وخلل الاتصال بالسكايب. طبعا هو موضوع هو ببالغ الاهميه وبتفاصيل كثيره وجمة، لكن هو احنا اليوم تكيد نريد نسلط الضوء على موضوع الدقه العشائريه وهذه الظاهره الغير، انا اشوفها يعني غير مهنيه، وايضا ممكن اللي تنقل صوره مشوشه للمجتمع العراقي اللي هو مجتمع يحب السلام ومجتمع متعايش مع بعض البعض. لذلك اليوم يمكن اعتقد الكثير من العشائر العراقيه ومشايخ العشائر العراقيه غير راضيه على هذا التصرف، وايضا القوانين العراقيه اليوم اللي صدرت هي قوانين صارمه وواضحه، خصوصا انه القانون هو صدر، واعتقد ايضا صار رجع مع الدكتور كريم عن طريق السكايب. يمكن يعلم المشاهد والمواطن الكريم انه القرار ليس من قاضي، بل القرار هو صادر من المحكمة الاتحادية العليا في العراق اللي هي ممكن تصدر أعلى القوانين اللي موجودة بالعراق اللي هي تكون غير قابلة للنقاش ومباشرة يتم تنفيذها. لذلك اليوم الخلل دكتور كريم قد يكون في تنفيذ وتطبيق القانون لا أكثر، يعني اليوم المشكلة في تنفيذ وتطبيق القوانين اللي تصدر من الحكومة أو من القضاء الأعلى. تفضل. أسمعكم بس أنتم ما تسمعوني، أنا كنت معاكم فأسمع كلامكم كله. يعني أنا أريد أقول بأنه يجب أن تكون يعني هناك حقيقة يعني قوة لتنفيذ القوانين. يعني سلطة القانون يجب أن تحترم. يعني هيبة الدولة من هيبة الناس، وأيضا العكس صحيح. يعني اليوم إحنا لما تكون عندنا دولة قوية، دولة قادرة على فرض القانون، دولة قادرة على حماية المجتمع، كل ما يعني تأثر حتى على سمعتنا كعراقيين حتى يعني خارج العراق طبيعة الحال. فاللي أريد أقوله بأنه يجب أن تكون هناك آلية قوية في تنفيذ القوانين. هذا جانب. الجانب الآخر هذا يعني أريد أسوق هذا المثال. حقيقة المثال مهم جدا ويستوجب أن أوقف عنده. طيب يعني اليوم اكثر الناس تستمع الى يعني قائد معين، سواء كان مصلح ديني او سواء كان مصلح اجتماعي او سواء كان مصلح سياسي او زعيم عشائري اما الى ذلك. طيب اليوم هناك عندنا يعني فتاوى طلعت تخص بانه على سبيل المثال بانه عدم اقامه مراسم العزاء لانه بحكم وجود جائحه كورونا على عينه وعلى راسه من فوق. والناس اغلبها، انا يمكن قلتها اكثر من مره، الناس اغلبها التزمت بهذا الجانب. طيب ليش ما تلتزم الناس لما يتعلق الامر بالرمي العشوائي وبقيه الامور اللي تتعلق بانتهاك حرمه الدوله؟ ليش ما تلتزم الناس؟ يعني ليش تلتزمون مثلا الكلام موجه للبعض، اكرر واقول، ليش تلتزمون باللي يهمك اللي حقق مصالحك بس ما تلتزم بالجانب الاخر؟ ليش؟ ممكن تقول لي هذا السؤال أطرحه على عقلك ليس على مشاعرك، لا على عقلك. أرجو أن تفكر بهذا السؤال. تلتزم لما مثلا القائد أو المصلح أو المفتي أو السيد أو ما إلى ذلك يقول لك بأنه يجب أن تلتزم بقواعد معينة تلتزم بها، ليش بجوانب أخرى ما تلتزم؟ ليش ما تلتزم مثلا ليش ما تلتزم باحترام الشارع على سبيل المثال؟ ليش ما تلتزم بعدم اطلاق العيارات الناريه؟ ليش ما تلتزم بانه الاحترام المتبادل بين الناس؟ هاي مو كلها هي مو كلها ركائز الدين ولا الدين مو شرط يعني الله اكبر صليت وخلص هاي انتهينا. شكرا هلا على اثارتك هذه النقطه المهمه. نعم. اذا دكتور كريم، يعني برايك اليوم اذا اريد نقدم بعض النصائح او بعض الكلمات، هل يا ترى بالتأكيد إحنا رسالتنا اليوم ممكن نوجهها إلى العراقيين بصورة عامة وبكل المحافظات العراقية بدون استثناء، حتى ممكن إنه نحارب هذه الظاهرة اليوم على الشباب وعلى المنظمات المجتمع المدني اللي موجودة بالعراق اللي دائما يطلقون هاشتاج، وعندما يطلقون هذا الهاشتاج لمحاربة أي موضوع أو أي ظاهرة سلبية تشوف ثانيا وفعلا أو ثالث يوم ممكن أنه ينقضي على هذه الظاهرة. صح. لذلك اليوم شو توجه رسالة إلى الشباب واللي خلينا نقول عليهم هم إداريين المواقع الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي، نقول عليهم هم يقيدون الثورة
الشبابية بالعراق للتوعية أيضا من هذه الظاهرة السلبية اللي ينتقدها العالم أجمع وحتى القوانين العراقية. فلذلك شنو اليوم يقع على عاتقهم حتى ممكن أنه ننهي هذه الظاهرة السلبية بالعراق؟ يعني عمور يجب أن نتكاتف جميعا، سواء كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كان عبر وسائل الإعلام، سواء كان عبر الخطب الدينية والتوجيهات الدينية والوعظ، سواء كان يعني حتى على المستوى السياسي. الجميع يجب أن يتحمل مسؤوليته أمام هذه الظواهر التي حقيقة ظواهر سلبية وتعطي الصورة السلبية إلى الجميع. يعني خلي يسوون مثلا على سبيل المثال هاشتاج بأنه يعني هذه الأمور مخجلة. يعني الشباب ما شاء الله عندنا يعني فعالين ويقدرون يحققون كثير يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي. القنوات التلفزيونية يجب أن تتطرق إلى هذه المسائل أكثر وتعالجها أكثر وتتطرق أكثر، وحتى النزول إلى الشارع يعني لمعرفة رأي الناس. يعني يجب أن مشاركة الناس، لأنه الأمر لا يقتصر على فئة قليلة من الناس اللي هي حقيقة تقوم بهذه المسائل المعيبة، ومن ثم الأغلبية الصامتة هي من يجب أن يدفع الثمن. لا، هناك عندنا أغلبية يعني كثيرة ترفض هذه الأمور، يعني ترفض هذه العنف يعني. يعني حقيقة بالملايين أعرف كثير من الناس يعني يكتبون ويقولون لا، ترى المسألة تتعلق ببعض الناس ولا تتعلق بجزء كبير من الشعب العراقي. وعلى هذا الأساس بأنه يجب وسائل الإعلام يجب أن تأخذ دورها، السلطة التنفيذية يجب أن تكون أكثر فعالية في تطبيق القوانين وكبح جماح هؤلاء اللي حقيقة أصبحت المادة شغلهم الأول وكيف يحصل على الفلوس وبشتى الطرق. الوعي المجتمعي، الوعي المجتمعي يجب أن يعني حقيقة يجب أن نعي حقيقة سلوكياتنا وأفعالنا اليومية، يجب أن نقف عندها. يعني يجب أن لا يقتصر الدين فقط على إقامة بعض الطقوس. يعني تجي أنت تصلي أو تجي تصوم أو تجي يعني بالعكس، الدين قائم على الإنسانية أكيد. دكتور، هاي النقاط كلها اللي ذكرتها مهمة، ونتمنى أنه هم يقومون بحملات فعلا توعية، لأنه هسه هم فئة قليلة أحسن ما تكبر وتتكاثر، وممكن يصير وباء أقوى من وباء فيروس كورونا، لأنه هذا الموضوع إذا انتشر وبعض الناس اللي هي ضعيفة الشخصية ونفوسها ضعيفة ممكن فعلا تأخذها مهنة مثل ما البعض القليل ما أخذها مهنة أكيد. وما ننسى الفئة الأساسية اللي هم عشائر العراق اللي لهم خلينا نقول إنجازات مهمة، اللي ساندوا الدولة، وأيضا اللي لحد الآن مسيطرين ويقومون خلينا نقول بالعادات والتقاليد مثل ما هي، صح، دائما يحكمون بالحق ويبتعدون عن الباطل. أكيد هذه فئة ما نقدر ننساها ولا نتجاوزها. أكيد طبعا، يعني مثل ما يعني مثل ما تفضلتي هالة بأنه كل الكلام اللي قلتي كلام صحيح طبعا، بس أريد أضيف في المسألة مهمة هالة. نعم. بأنه يعني إحنا لما نيجي نتساءل، كثير من الناس يتساءلون يقولون مثلا يعني ليش مثلا الجواز العراقي احتل يعني تقريبا المراكز الأخيرة بالتصنيف العالمي للجوازات، أو ليش مثلا الجواز العراقي يعني كثير من دول العالم ما تسمح له بالدخول وحتى من ضمنها الدول العربية. طيب خلي قبل الروح نسأل ليش، خلينا نشوف سلوكياتنا، خلينا نشوف بلدنا، خلينا نطور بلدنا والمرة خلينا نطور نفسنا. لأنه البناء هو ليس بناء الشارع، بناء الإنسان. الشارع ممكن أن تبني، يعني شفنا إحنا يمكن هسه زيارة البابا فرانشيسكو للعراق، يعني شفنا يعني بي 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 حملة بناء هذا بسمار دكتور، هذا بسمار لو شنو هذا؟ يعني البناء نعم ده تبسمرنا يعني لو شنو؟ لأنه شفنا الإعمار وتبليط الشوارع وتنظيف الشوارع من اجى يعني الباب الفاتيكان. عموري الفكره اللي اريد اوصلها بانه يعني البناء احنا قادرين ان نبني وبيوم ويومين، صح، ولكن اكو مساله مهمه، اكو مساله يعني يا اخوان، يعني انت حتى تبني انسان يحتاج لك 21 سنه. اذا قدرنا نبني شارع ب 21 يوم او اقل او اسبوعين، فالانسان ليس الشارع. ويحتاج زياره دوريه للبابا حتى دائما نبني، تحتاج إلى جيل كامل 21 سنة حتى تقدر هذا الإنسان تقدر حقيقة تقول أنا بنيت إنسان تبدو وياه
من الولادة، من العائلة، من المدرسة، من المجتمع، من الأصدقاء، من وسائل الإعلام تقدر تبني هذا الجيل. نحتاج 21 سنة حتى نقدر نجيل يا أخوان. فإذا كان بناء الشارع يحتاج يومين، فبناء الجيل يحتاج إلى 21 سنة. ولكم يعني لكم العبرة فيما في في فيما أقول. طبعا هذا الكلام اللي أقوله يعني يستند على أسس علمية وعلى طرق تربية وعلى طرق تدريس وما إلى ذلك. فالفكرة اللي أريد أقولها بأنه الإصلاح يبدي من عندنا، يبدي من داخلنا. تريد تبدل حالة معينة، أصلح نفسك. تريد تبدل واقع اقتصادي، أصلح نفسك. تريد تبدل واقع سياسي، أصلح نفسك. تريد تبدل واقع ديني، أصلح نفسك. فعلا ممكن انه لابد انه تصلح نفسك حتى تواجه مثل هكذا ظواهر سلبيه. لذلك يمكن هذا يذكرني بمثال اخر، انه شلون انت من تنطي رشوه المن راح تساعد؟ راح تساعد المرتشي. لذلك اليوم على الناس انه ايضا تتحلى بالشجاعه والقوه لمواجهه هذه الظاهره. يعني ما انت تساعد المقابل وخلص مباشره ما يدق بيتك بالاطلاقات الناريه، انت تروح تقدم له الاموال وترضخ له. لابد انه نتحلى بالشجاعه والمواقف الثابتة حتى ممكن أنه نواجه مثل هكذا حالات، مثل المثل اللي ذكرته قبل شوية. أنت بعد ما تنطي فلوس راح تساعد على الفساد، وتساعد الناس والآخرين على الرشوة وغيرها. عموري خليني أنا اليوم يعني أنت يمكن تعلمت يعني عرفتوا بأنه أنا يعني ما أجامل يعني الأمور أكيد بالوجه. يعني لأنه إذا أجامل الناس يعني ما راح يعني إذا أنكر المشكلة ما راح نلقى مشكلة يعني حل المشكلة. طيب أنا عندي اقتراح، يعني إذا كنتم مصرين البعض أكثر وأقول البعض، إذا كنتم مصرين يعني بأنه أنتم يعني تريدون تمشون بطريقكم بطريقة الدقة العشائرية وبطريقة تجيب عمانك، نعم يا أخي اطلع يعني مثلا يعني أكو محافظات ما متعودة على هذا الشيء. هاي دخلت جديدة إلى بعض المحافظات ومن ضمنها محافظة بغداد. طيب أنا أقترح عليكم الاقتراح الآتي أو التالي، يا أخي يشوف لك يعني غير مدينة أو غير يعني أرجع مثلا من يعني ولو العراق هو بلد الجميع، بس أنا بسلوكياتك هذه السلبية يعني ما بستعد أتحملها. يعني يأثر على المجتمع، صح، ده يأثر على المجتمع كله. اليوم يعني هالة يعني اليوم اللي أريد أقوله، ما تيجي أنت تفرض يعني توجه فكري وسلوك معين على خلينا نقول مدينه كامله او محافظه كامله، لا مفروضه يا اخي العزيز. تريد عندك سلوكيات معينه، لا يعني شوف لك مدينه اخرى، ابني لك مدينه اخرى، اجتمع انت والناس اللي نفس التوجه مالك الفكري ونفس السلوك اللي تحبون تسووه انتو، واختاروا لكم فد مدينه اللي تشتغلون على الناس يعني بكل بساطه. يا ما تقول لا يعني يا ما تقول لا انا جيت مثلا مدينه معينه ارجع على تلك المدينه على سبيل المثال بكل بساطه حتى ما تاثر على الناس. لانه اليوم انا لما قررت اجي الى على سبيل المثال انطلق من نفسي، يعني اليوم لما قررت اجي اسكن بسويسرا يعني يجب ان اكون مهيئ، لانه اقتدي بالقوانين، التزم بالقوانين، التزم بالامور اللي حقيقه ما تاثر على الاخرين. يعني اكون تقريبا مساويا للاخرين قدر الامكان، قدر الامكان اكرر واقول. ليش؟ حتى اندمج مع المجتمع. ولا ليس من المعقول بانه انا اجيب ثقافتي واجيب سلوكياتي واجيب هذا كله واجي افرضها على المجتمع الاوروبي او على المجتمع السويسري، من الخطا جدا، من غير المعقول. فنفس الحال ينطبق ايضا على مناطقنا داخل العراق او حتى في اي مدينه اخرى او اي في بلد اخر. يعني اليوم انا لما اجي اقرر انتقل الى محافظه معينه، طيب انا يجب ان يعني اسلك سلوك النسيج الاجتماعي لتلك المحافظة، أحكم قوانين تلك المحافظة، ولا تطلع يعني كيف يعني هذه الأمور يعني؟ يعني أنا اليوم مثلاً على سبيل المثال يعني أكو ناس مثلاً تحب يعني ترعى الماشية وما إلى ذلك، هذا طيب إجى مثلاً على سبيل المثال قرر يعني يجي لسويسرا، يعني هل من المعقول أنت في الأبارتمنت مالتك في الشقة مالتك تحولها إلى 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 مزرعة؟ من غير الممكن ما يخلوك لسويسران، ما يخلوك. فعلا على يعني هاي الملاحظه ايضا ذكرتها موجوده، يعني اللي يرعون الماشيه موجودين داخل الازقه والبنايات حتى على طريق المدارس. وانا شفت الاطفال شويه كانوا حتى طلاب المدرسه يعانون من هذا الموضوع. للامانه دكتور كريم، يعني اليوم هذه الدقه العشائريه تقريبا ما موجوده في العاصمه الحبيبه بغداد، ممكن تصير هنا وهناك يعني يمكن بالشهر بأطراف بغداد، لكن هي موجوده
المحافظات العراقية بشكل واسع الأخرى سواء بالجنوب أو المحافظات الغربية. ما أخفيك سر وأعتقد يجب أن تكون هنالك قوانين صارمة أكثر من القوانين اللي هي متعارف عليها، وبالتالي أيضا نحتاج إلى تنفيذها. اليوم ممكن اللي بسؤال أخير، ممكن أنه اللي يطبقون القانون عندهم مخاوف، أو ممكن هم يعني مترددين لأن هم بنفس الوقت عندهم عشائر، يعني هكذا شيء. اليوم أنت كنصيحة أخيرة من خلال محورنا لهذا الصباح، حاب توجه كلمة للجميع بدون استثناء؟ يعني اللي أريد أقوله خلي يعني خلي أول مرة حقيقة نبحث عن سمعة بلدنا قبل كل شيء، لأنه سمعة العراق فوق سمعة العشيرة وفوق سمعة يعني سمعة البلد. سمعة البلد على هذا الأساس يعني يجب أن نراجع سلوكياتنا. نعم. نبحث شلون نقوي بلدنا، يجب أن نبحث شلون نقوي السلطة مو نضعف السلطة. نعم. لازم نقوي السلطة نكون وياها. العشائر مع الدولة أكيد بطبيعة الحال يعني مع تطبيق القانون اللي بقصده. مع تطبيق القانون. نعم. فيجب أن نساندهم حتى يقدرون يطبقون القانون، وأيضا الجهات التنفيذية مدعوة حقيقة إلى تطبيق القانون وبقوة. أكرر وأقول بأنه يجب أن نتحمل مسؤولياتنا تجاه أنفسنا وتجاه عوائلنا وتجاه بلدنا وتجاه حقيقة يعني سمعتنا بشكل عام. أختم وأقول اللي أريد أقوله بأنه الحياة جميلة والحياة حلوة، ومثل ما أنت لك حق تعيش أو هاي العشيرة لها حق تعيش، العشيرة الأخرى إلى حق تعيش. نعم. وهذه السلوكيات من رمي، من انتهاك حريات، من رمي عشوائي، من دقة عشائرية، من حضر أمامك، هذه سلوكيات معيبة. معيبة. حقيقة معيبة، معيبة لأنه حقيقة يعني لا ترتقي إلى عراق الحضارة وإلى عراق الثقافة وحتى إلى إحنا كنا كعراقيين بين دول العالم. شكرا لك وخير الناس من نفع الناس. حفظتها بعد خلاص. جميلة العبارة جدا دكتور كريم، واحنا شفنا مثل ذكرتني بما يخص الرمي العشوائي اللي هي ايضا تصنف الى الدقة العشائرية، وبسبب هذه الاطلاقات النارية لاستقبال شخصية معينة احد شيوخ الافخاذ باطلاقات النار، وشفنا يمكن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كم طفل كم شاب هو بمقتبل عمره سقط شهيد انا اعتبر بسبب هذه الاطلاقات الناريه، واللي هو وحيد الامه. يمكن قبل ثلاث ايام شفنا هذا الشاب اللي والدته يعني ما عرفت نوح وتبكي على ابنها تقول يعني قاعد قبال وتجي طلقه براسه بسبب هذه الاطلاقات الناريه العشوائيه. ممكن نتطرق الى هذا الموضوع يعني في الحلقات القادمه. موضوع جدا مهم اذا يعني اذا بسبب فرحه او بسبب فوز منتخب مثل ما دائما نشوف، أو بسبب أي مناسبة ممكن أنه يعيشها العراق، نشوف الإطلاقات النارية العشوائية بكثافة وبكثافة مرعبة. دكتور كريم الترابي أعتقد أنت اليوم كفيت ووفيت بما يخص موضوع الدقة العشائرية وأثرها على المجتمع العراقي والمجتمعات الأخرى، نورتنا ونتمنى لك نهار سعيد. شكرا لك. شكرا لك. أكيد بعد هذا المحور الجميل وبعد الأخبار أيضا الجميلة اللي أخذناها واللي رصدناها لكم على مواقع التواصل الاجتماعي، ودا نشوف إحنا خليكم تابعين قناة الرشيد الفضائية سواء كان مباشر على التلفزيون أو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، راح توصلكم وتويتر أيضا راح توصلكم كل الأخبار بشأن وصول البابا فرانسيس إلى العراق وانتقالاته وزياراته خلال هذه الأيام اللي هو موجود بها داخل العراق وبالمحافظات العراقية. وصلنا لنهاية حلقتنا، أتمنى لكم الصحة والسلامة، والختام يمك. وبالتأكيد تقبل تحياتي وتحيات فريق العمل، نشوفكم باكر بنفس الموعد، مع السلامة.